السلام عليكم إخواني أخواتي متتبعين عائلة راشد كارلاج. تنشكركم بزاف على الدعم ديالكم والإخلاص ديالكم ليا، وتنتمنى لك الواحد مسيرة موفقة إن شاء الله. نتمنى للجميع إن شاء الله يرضي. علاش مشي واحد مالي هاشم؟ اليوم غادي نتواجدو في مدينة الخميسة في منطقة فلاحية. كيف ما تشوفوا دابا اليوم صبحات الشتا، يلا صحات. كيف ما تشوفوا الدنيا تبارك الله خضراء، اخا هكاك خميسة تبارك الله، مدينة زوينة، مدينة زوينة تبارك الله، تبارك الله ما شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.